رغم أن زواج أهل الفن ببعضهم البعض ليس بجديد وتكرر كثيرا، لكن قصة زواج الفنانة دلال عبد العزيز بالفنان سمير غانم مختلفة تماما، قصة أشبه بقصص الحب الخالدة وتصلح لأن تكون فيلما سينمائيا في غاية الرومانسية ينافس كل قصص الحب في عالم الخيال والواقع. دلال هي من بدأت قصة الحب هذه وكانت فخورة بذلك، فعلى المحب أن يسعى للزواج بمن يحب ويصر على ذلك، فالإنسان يعيش مرة واحدة، فلماذا لا يسعى ويصر على أن يعيش مع من يحب؟ حتى لو كان يضبر بسنوات طويلة، وحتى لو كانت كل قوانين الطبيعة والمجتمع الذي تعيش فيه تعارض ذلك وتؤكد لها صعوبة التقاء الخريف مع الربيع. بدأ حب دلال لسمير منذ طفولتها عندما كانت تراه في أعماله الفنية، فتعلقت به وبخفة دمه وهي لا تدري لماذا تعلقت به هكذا دون غيره من باقي الفنانين، ودون أن تدري أن القدر يدخره لها ليكون شريك حياتها في سنوات عمرها القادمة. لم تغادر دلال طفولتها إلا والقدر يسوقه إليها عندما قابلته بالصدفة في أحد الشوارع بالأسكندرية، فجرت خلفه وهي تنادي عليه، فنظر فإذ به يجد أمامه طفلة جميلة، أخذ يداعبها ويداعب شعرها ثم صار في طريقه وقد نساها مثل مآت المعجبين والمعجبات ممن يقابلهم يوميا، لكنها أبدا لم تنساه وظل في ذاكرتها يشكل لها صورة فارس أحلامها، حتى التقته مرة أخرى في عام 1980 عندما كان يستعد لمسرحيته الجديدة أهلا يا دكتور. وقتها كان في حاجة لوجوه جديدة، فساقها القدر في طريقه للمرة الثانية عندما تقدمت للاختبار، وكان سمير أحد أعضاء اللجنة التي وافقت عليها وأبرز المعجبين بأدائها، وأصبحت بعد هذا اللقاء تقف أمامه يوميا على خشبة المسرح، فبدأ الحب يعزف أنغامه في قلبها بينما هو يتعامل معها كوجه جديد يستحق التشجيع والرعاية، خصوصا أنه كان يدرك فارق السن الكبير بينهما، علاوة على أنه في ذلك الوقت كان مضربا عن الزواج بعد فشله في تجربتين سابقتين. كان الجميع يعلم بحب دلال لسمير لدرجة أن بعضهم دبر لها مقلبا أثناء تصوير فيلم يا رب ولد الذي كان يشاركها البطولة فيه، عندما أشاع بعض أبطال العمل أن سمير غانم يعيش قصة حب، فأصابها الجنون عندما سمعت بذلك، وظلت طوال الفيلم تسأل وتسأل كل من حولها في الفيلم عن الفتاة التي يحبها. لم تستطع دلال أن تكتم حبها لسمير الذي استولى على كل كيانها، وكلما مر يوم اشتعل أكثر، ولأن الصب تفضح عيونه كما تقول أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة التي أبدع كلماتها الشاعر أحمد رامي، فقد عرف المحيطون بها قصة حبها وعشقها له. وعن ذلك قال دلال في أحد البرامج التي استضافتها: ظللت 4 سنوات أطارده للزواج منه، وكل الفنانين الكبار وقتها نصحوني بالابتعاد عنه، محمود مرسي ومحمود المليجي وعبد المنعم مدبولي وصديق عمره جورج سيدهم نفسه، وفي المقابل كان هناك العديد من النجوم الذين توسطوا بيننا ليتزوجني، ومن بينهم الراحلة كريم المختار ومرفت أمين. أيضا حكى سمير غانم عن هذه الفترة فقال إنه أثناء تصوير فيلم يا رب ولد قال له الفنان فريد شوقي: مش عايز تتجوزها ليه؟ البنت حلوة وزي القشطة، اتجوزها. لكن سمير ظل يتعامل معها على أنها صديقة وليس حبيبة تريده زوجا لها، حتى حدث أن مات أخوه، فإذ به يكتشف مدى حبها له وكيف أنها ظلت بجانبه ولم تفارقه. وقتها أدرك أنها امرأة لا يمكن الاستغناء عنها، وكان قراره بالزواج منها، لكن بعد أن أبدى لها أن فارق السن الكبير بينهما يؤرقه بشدة، فكان ردها عليه: ما يهمكش.
أخيرا جمع الحب بينهما رغم فارق السن الكبير بينهما والذي يصل إلى 23 عام، فدلال من مواليد 1960 بينما سمير من مواليد 1937. وإن كان برج الجد يجمع بينهما، فدلال ولدت في 17 يناير بينما سمير ولد في 15 يناير. وأخيرا وفي عام 1984 توجد قصة الحب هذه بالزواج، وقتها كان سمير يقترب عمره من 50 عاما وبالتحديد 47 سنة بينما كانت دلال 24 سنة. طوال فترة زواجهما كان سمير يرى دلال أجمل مخلوقة في الكون، حتى أنه كان يصفها بالأسطورة والمرأة الذكية ذات الشخصية القوية ويعترف بفضلها في نجاح زواجهما. كما اكتشف سمير مع الوقت أن ربنا بيحبه على حد قوله لأنه تزوج دلال، لدرجة أنه كان يسلمها كل أموره ومشاكله وهو على يقين أنها قادرة على التعامل معها وحلها. قصة الحب هذه أثمرت أجمل ابنتين هما دنيا وأمل، والأخيرة عرفت فنيا باسم إيمي. ومع الوقت أصبح الحبيبان دلال وسمير جدين بعد أن وضعت ابنتهما دنيا في 30 مارس سنة 2014 طفلة أسمتها قايلة. وكما جمع القدر بينهما في قصة حب رائعة وزواج ناجح وفي مهنة واحدة وبرج واحد، كتب عليهما أيضا أن يدخلا معا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا في يوم واحد وهو 30 إبريل سنة 2021. وظل يعانيان من هذا المرض حتى اختطف الموت سمير بفعل تداعيات ومضاعفات الكورونا في 20 مايو، وتركها وحيدة تعاني من آلامها ليشيعهم حبه إلى قبره، ولم يتخلف أحد عن وداعه سوى هذا القلب الذي أفنى عمره في بحر حبه. فلم تتمكن دلال من توديع زوجها وحبيبها لأنها كانت أشبه بالغائبة عن الوعي وهي تعاني من آلامها في المستشفى بسبب هذا الفيروس الذي تسلل إلى رأتيها حتى تفشى فيهما دون رحمة. لم تستطع دلال أن تسير في جنازته وأن تتقبل عزائه، وهي التي كانت أحرص الناس على حضور جنازات المحيطين بها ليغادرها الحبيب دون وداع ودون أن تلقي عليه النظرة الأخيرة. وظلت بعدها لشهور تعاني من آلام المرض، ولم يستطع أحد من المحيطين بها أن يخبرها بوفاة حبيبها، حتى أن ابنتيها دنيا وإيمي كانتا تذهبان إليها وهما ترتديان ملابسهما العادية وليست ملابس الحداد على والدهما، وترسمان البسمة على وجهيهما وتخفيان قلبا يعتصر ألما ودموعا تكاد تتفجر من عينيهما، لكنهما كان يغالبان كل ذلك، فمن تقوى منهما على أن تخبرها برحيل الحبيب. وظل الوضع كذلك حتى تمكن المرض منها وهزمها الفيروس ودمر رئتيها لتلحق بزوجها الحبيب بعد حوالي 10 أسابيع، فقد توفت في 7 أغسطس دون أن تعلم أنه سبقها إلى العالم الآخر. وكأن الله قد استجاب دعاء لها ربما كانت تدعو به، وهو ربنا يجعل يومي قبل يومك حتى لا تتجرع مرارة فراقه. فماتت وهي على يقين بأنها هي من سبقته. رحل سمير ودلال بعد رحلة طويلة من الحب والفن، وكلاهما مطمئن على دنيا وإيمي بعد أن اطمأن عليهما. فدنيا أصبحت نجمة في عالم الفن وأصبح لها زوجا تحبه والإعلامي رامي رضوان وبيتا، وكذلك إيمي التي لمعت بشدة أيضا في عالم الفن وأصبح لها زوجا وهو الفنان حسن رداد وبيتا. رغم رحيل سمير ودلال، لكن سيبقى حبهما الجميل والأسطوري قصة يتحاكى بها الكثيرون. هذا الحب الذي توقع له الكثيرون أنه لن يكتمل وأن زواجهما لن يدوم طويلا، حتى إن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يستمر زواجهما سوى سنوات محدودة، لكنه استمر 37 سنة ولم يفرق بينهما شيء
حتى جمعهما الموت معه.